احنا رياضيين في السعودية نفسنا نرجع بلد، عاوزين نرجع مصر. احنا رياضيين بالمملكة العربية السعودية عايزين نرجع مصر. الرياضيين المصريين عايزين يرجعوا مصر. احنا رياضيين في المملكة العربية السعودية عايزين نرجع مصر. احنا رياضيين في المملكة العربية السعودية عايزين نرجع مصر. احنا العاملين بالمجال الرياضي في المملكة العربية السعودية عايزين نرجع مصر. احنا الرياضيين في المملكة العربية السعودية عايزين نرجع مصر. باسم العاملين بالمجال الرياضي في المملكة العربية السعودية عايزين نرجع بلدنا مصر. الرياضيين عاوزين نرجع مصر. احنا الرياضيين في المملكة العربية السعودية عايزين نرجع مصر. احنا الرياضيين في نادي الشباب السعودي عايزين نرجع مصر. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم ولقاء متجدد من قلوب مصريه. قلوب مصريه النهارده بنجدد التهاني لاخواتنا الاقباط بمناسبه حد السعف. ان شاء الله مصر امنه، مصر برجالها، مصر مسلم ومسيحي، مسيحي ومسلم، عالم واحد، ارض واحد، دم واحد، لغه واحده، مصير واحد. خلونا النهارده اتكلم في 300 لاعب، 300 مدرب ومدرب احمال العالقين في السعودية، مدربين من مصر انتهت خدماتهم في الأندية السعودية بسبب فيروس كورونا. الشباب موجود دلوقتي بدون مرتب، بدون عمل، الأجواء بقت صعبة، بدون مرتبات، العيشة صعبة، بينجدوا وزير القوى العاملة والهجرة، بينجدوا السيد رئيس الجمهورية بإصدار توجيهاته. الناس عايزة ترجع مصر، عايزة تعيش شهر رمضان مع أولادها. احنا بنضم صوتنا لصوتهم وبنقول يا ريت حد من السادة المسؤولون يكون متابع ويرجعوا بلدهم بالسلامة. مصر مصر أولى بيهم، هم أولى ببلدهم. كمان بشيد بشباب البدرشين، شباب البدرشين الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن ان في ظهور حالات فيروس كورونا في البدرشين. الشباب التابع لمكاتب النواب، شباب بيحب بلده، شباب مبادرة قلوب مصرية اللي احنا شايفينهم على الشاشة، بدأوا ينزلوا الشارع وبدأوا يعقموا الشوارع وبدأوا يجيبوا الاحتياجات الضرورية للناس. الشباب ده شباب ما ينتميش لأحزاب، شباب بيشتغل من خلال مكتب السادة النواب المستشار الأفاص والدكتور ياسر عبد الهادي. أنا بحييهم وبحيي كل واحد فيهم اشتغل وخاف، وبنقول له أنت ابننا وأخونا وبنخاف عليك وربنا يحميكم، ودايما هم شباب مصر قادة المستقبل. وهنتكلم كمان في مشكلة العاملين في السياحة. كان عندنا مشكلة عاملين في السياحة، وتدخل السيد الرئيس شخصيا وأصدر توجيهاته بضرورة احتواء مشاكل العاملين في السياحة. وإحنا معانا من شرم الشيخ الأستاذة رشا عبد الله، مراسل برنامج وإحدى المقيمات في شرم الشيخ. أهلا وسهلا بك أستاذة رشا. أهلا أستاذ محمود، إزاي حضرتك؟ الحمد لله. يا ترى ايه الجديد بالنسبه للعاملين في مجال السياحه في شرم الشيخ؟ اولا بنتوجه بالشكر الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم طبعا والاب الراحل لينا جميعا، على الجهود المبذوله والجهود البالغه والمحسوسه في قطاع السياحه، وحرص الشديد منه طبعا على حقوق العاملين بها. يعني احنا بنقول للسيد الرئيس مش جديد عليه ان هو بيهتم بكل فرد في مصر، لكل الفئات. طب دور المحافظ والاجهزه ايه يا استاذه رشا في قصه عمال السياحه؟ وبنتقدم برضو للشكر للسيده سياده اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء على الجهود المبذوله طبعا، وعلى النهوض بمحافظه جنوب سيناء ومشاركته في حل الازمه طبعا بجانب ابناء والعاملين بقطاع السياحه. يعني طب ايه الجديد، ايه التعويضات اللي ممكن تصرف للعاملين في قطاع السياحه؟ والله هو أكد السيد محمد سمعان وزير القوى العاملة عن قرار السيد الرئيس، بناء عن قرار السيد الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي بصرف منحة للعمالة الغير منتظمة وقدرها 500 جنيه شهريا لمدة 3 شهور، ولسه جايلنا دلوقتي حالا بلاغ عاجل. في حاجة جديدة بالنسبة للعمالة اللي هم موجودين وتركوا أعمالهم؟ تمام، ولسه جايلنا بلاغ عاجل بصرف 1000 جنيه لكل عامل مؤمن عليه بقطاع السياحة برضه. ده بيان عاجل لسه جاي لنا حالا دلوقتي. يعني احنا اكيد هنبقى خطوة بخطوة مع كل ما يهم المواطن المصري. قلوب مصرية، صوت الوطن والمواطن. اشكرك يا استاذة رشا. شكرا. احنا كانت اتكلموا على
وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة كانت اتكلمت على الإيرادات المحتملة للتدفقات النقدية الخاصة بإيرادات السياحة. كانوا اتكلموا إن في على الموازنة التقديرية 16 مليار دولار المستهدف. يمكن الكلام اختلف وتوقعوا انخفاض بنسبة يعني نقول 11 مليار يعني بسبب الفيروس ويمكن تعطل كامل للمنشآت السياحية ويمكن شبه توقف للسياحة في مصر. احنا النهاردة كمان عندنا حاجة جديدة بتهم المواطن المصري باعتبارنا صوت الوطن والمواطن. النهاردة عندنا تقرير هنشوفه من وزارة التموين، حوار لا تنقصه الصراحة مع الأستاذ الدكتور أحمد كمال المتحدث الإعلامي للوزارة. الأستاذ أحمد كمال بيبعت أكتر من رسالة، رسالة للطمأرة للعاملين في مجال التموين. للمواطن المصري بنقول له ما تخافش، ما تروحش تتسابق وتكنز وتكوم وتتخانق، لا، الاحتياجات الاستراتيجية موجودة. الدكتور أحمد كمال هيقول لنا بشفافية وبوضوح ايه الاحتياطي اللي موجود من القمح، من الرز، من السكر، من الشاي، من المكرونة. يا جماعة اطمنوا، البلد بتدير الأزمة بنجاح، واحنا عندنا وزارات فعلا وزارات المفروض ان احنا نشيد بيها، زي ما اشدنا بوزارة الصحة احنا كمان لازم نشيد بوزارات تانية، وزارة التموين على رأسها السيد الدكتور علي المصلحي. ومعانا متحدث شاب، يمكن من انجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه اهدى الوزارات شباب تم تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا قادة في المستقبل. خلونا نتابع التقرير وخلينا نتابع التقرير معاكم ونطمن على مستقبلنا ونطمن على إدارة الأزمة، وأشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وتحياتي لكل عاملين في الاستوديو وفريق الإعداد، وتحياتي محمود عوض. وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض أهلا رمضان لشكل مختلف، معرض موجود داخل السلاسل التجارية وأيضا داخل المجمعات الاستهلاكية. عندنا نسبة التخفيضات تتراوح من 15 إلى 30%. في المعرض جنب منك هتلاقي مكتوب عليه أهلا رمضان، هتلاقي فيه أسعار مخفضة بشكل كبير جدا. كرتونة رمضان ب75 جنيه، كرتونة فيها حاجات كتيرة جدا جدا جدا، من رز ومكرونة وزيت وسمنة وصلصة وشاي، وعندي الكرتونة الصغيرة عاملة 55 جنيه، وعندي الكرتونة الكبيرة عاملة 75 جنيه. عندنا تخفيضات تمام بتتراوح من 20 لـ25% على معظم السلع اللي موجودة في المحل، ما بين بقى زيت وسمنة وسكر ورز. السلع الرمضانية موجودة في كل المجمعات بنسبة تخفيض توصل لحد 25%. السلع الأساسية برضو موجودة بنسبة تخفيض برضو حوالي من 20 لـ25%. لا، أسعارها مناسبة الحمد لله، والجودة مهمة طبعا، الجودة كويسة جدا. متطلبات الأكل والشرب والزيت والسكر كل حاجة تبقى موجودة متوفرة، مفيش نقص ولا عجز. لا بصراحة حاجات جميلة جدا بصراحة، يعني وما فرقتش يعني السنة فاتت الأسعار بتاعتها، والمنتج بتاعها جامد جدا وحلو قوي. مشاهدينا الكرام، النهارده زي ما اشدنا بوزيره الصحه وقلنا ان في جنود مقبوله بتحارب الفيروس، لا، في وزارات تانية شغاله على ارض الواقع. احنا عندنا وزاره التموين، وزاره التموين كلها جنود مقبوله. وزاره التموين انا من مكان النهارده بحيي السيد الوزير، بحيي الجنود المقبوله الموجوده، بحيي الاعلام الوزاره، بحيي المتحدث الاعلامي للوزاره الشاب. يمكن من احدى انجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه اهدى لنا الشباب في الوزارات وفي المؤسسات. النهارده احنا مع شخصية محترمة جدا، الأستاذ أحمد كمال المتحدث الإعلامي للوزارة، إنه رمز مصداقية شفاف واضح، بيانات جاهزة، حاجات كتير إحنا نقولها في حق الأستاذ أحمد كمال. وخلونا نبدأ حوارنا النهاردة ونسأله إيه الجديد بالنسبة لاستعدادات الوزارة لشهر رمضان. الأستاذ أحمد كمال المتحدث الإعلامي للوزارة، برحب بك يا أستاذ محمود وبكل السادة المشاهدين، وبنشكرك طبعا على المقدمة الجميلة اللي حضرتك قلتها، ونتمنى دايما كوزارة التموين يبقى عند حسن ظن المواطنين.
الجديد. خلينا نبدا كده باحدث شيء عندنا، وزي ما اعلن وزير التموين والتجاره الداخليه منذ يعني ايام قليله عن انطلاق منافذ معارض اهلا رمضان، كان زي ما تعودنا وعلى مدار 5 سنين فاتت وزاره التموين بتبقى دايما موجوده مع المواطن في كل المناسبات والاعياد والمواسم المختلفه، ويمكن على راس هذه المواسم او المناسبات معارض اهلا رمضان. يمكن كان لزاما على الوزاره ان هي تقدر تحقق المعادله، انجاز التعبير الصعبه، ان هي تحافظ على تواجد المعرض بشكل مختلف، وما بين ان احنا ناخد باقصى درجات الوقايه او الاجراءات الاحترازيه في ظل الازمه اللي متواجده حاليا. وده اصفر يعني، كانت عندنا 3 اسابيع من تاريخ الفتره اللي فاتت كان وزير التموين دائم عقد اجتماعات مع المنتجين ومع الشركه القابضه ومع الاتحاد العام للغرف التجاريه، واكثر من 79 شركه تم الاجتماع معاهم، بنفكر ازاي نعمل اليه للاستعداد لشهر رمضان في ظل الظروف الحاليه. وطلعت النتيجه النهائيه ان احنا هنبقي على المعرض ولكن في صيغه مختلفه او في شكل مختلف، داخل المنافذ اللي خاصه بالمجمعات الاستهلاكيه وداخل المنافذ اللي خاصه بالسلاسل التجاريه. وعايزين نطمن الناس ان احنا عندنا 1800 منفذ على مستوى محافظات الجمهوريه، بتشمل شركات القطاع العام ممثله في المجمعات الاستهلاكيه، ويمكن على سبيل المثال وليس الحصر الشركه المصريه عندها في حدود 60 منفذ، وهي واخده زي ما حضرتك عارف محافظه الجيزه وكل الصعيد، والشركه العامه لتجاره الجمله واخده محافظه القليوبيه وكل وجه بحري عندها حوالي 50 منفذ، ادي 110 منفذ. محافظه اسكندريه عندها شركه اسكندريه للمجمعات، وفي محافظة القاهرة عندنا شركة النيل للمجمعات وشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى كل السلاسل التجارية اللي اشتركت معنا. مدة المعرض يمكن دي برضو حاجة إضافية جديدة، كان دايما كل سنة بنخليها في حدود 10 أيام أو أقل، ولكن المرة دي يعني يمكن زي ما اقترح معالي وزير التموين إن يبقى 10 أيام. كان وزير التموين إدى إشارة البدء يوم 10 أبريل الجمعة الماضي، وهتستمر لحد 10 مايو، فإحنا قدامنا 30 يوم كاملين نقدر ان احنا نشوف ايه احتياجات البيت التسوق اللي المواطن عايز يعمله في اقرب الفروع ليه. الامر اللي عايز اكد عليه ان التخفيضات اللي موجوده هي تخفيضات حقيقيه بالفعل، والنسب بتتراوح من 10% وتصل الى 20 و25% حسب السلسله التجاريه اللي عامله هذا التنظيم وحسب كل صنف او كل سلعه. عايز اطمن الناس ان ان شاء الله ايضا هنطلق يعني خلال هذا الاسبوع موقع الكتروني خاص باهلا رمضان، بيقدر يدل المواطن على اقرب نقطه ليه يقدر يشتري بيها احتياجاته. ويمكن المجمعات الاستهلاكيه مش جديده على المواطنين، معروفه يعني ومالوفه ليهم. اي مجمع استهلاكي حضرتك دخلته او اي سلسله تجاريه مكتوب عليها من الخارج او الرمز او اللوجو بتاع اهلا رمضان وزاره التموين والتجاره الداخليه، تقدر تدخل هناك وتشتغل وتشتري اللي انت عايزه بالنسب التخفيضات المعلن عنها. وعايزين نطمن الناس ايضا ان يعني عندنا احتياطي استراتيجي امن جدا من السلع الرمضانيه ومن السلع الاساسيه. خليني اسال حضرتك بالنسبه للسلع الاستراتيجيه، احنا الفتره اللي فاتت تابعنا كان في الجمعيه العامه للشركه القابضه للصناعات الغذائيه، شفنا دور شركات السكر الفتره اللي فاتت لاول مره المواطن ما بيقفش على كيس سكر ولا كيس رز ولا كذا، لا ما فيش ازمات. احنا شايفين ان فعلا يعني انا قبل كده كنت ببعت مصور عشان يصور او حد من المراسلين اقول له روح البنزينه روح مستودع غاز هات لي الزحمه وهات لي المشاكل وهات لي الخناق، ده كان هو اغلب البرامج شغاله على القصه دي. النهارده لما بروح بنزينه او بروح مستودع غاز ما بلاقيش زحمه ولا بلاقيش طوابير، واضح ان وزاره التموين كانت مخططه صح وعندها اداره ازمه صح. نتكلم عن الاحتياط الاستراتيجي واحنا داخلين على شهر رمضان، واكيد هو شهر كنا بنقابل فيه ازمات كتير، انت شايف الاحتياط ازاي يا استاذ عبد؟ طبعا الاحتياط يمكن اللي حضرتك قلته دي كلها عباره عن نتائج بيشوفها المواطن في اخر حلقه في السلسله، بس اللي سابق ده كله في رؤيه، وهي رؤيه واضحه بدايه من القياده السياسيه وفخامه السيد رئيس الجمهوريه. يمكن وزاره التموين والتجاره الداخليه اول تكليف بيبقى للسيد وزير التموين هو الاحتياط الاستراتيجي الامن للبلاد من السلع الاساسيه، فاذا عندك رؤيه واضحه ممثله في القياده السياسيه وبرنامج عمل من خلال مجلس الوزراء بتنفذه وزاره التموين في تخطيط لازاي ان انا اقدر ادبر الاحتياجات الاساسيه من السلع الاستراتيجيه او السلع التموينيه، وفي تنفيذ اللي حضرتك قلته في الاخر. لو شفت الرؤيه
مع التخطيط السليم مع التنفيذ الجيد بيدي النتائج اللي حضرتك قلت عليها، وده متمثل يعني بلغه الارقام، وهي دايما يعني بلغه بتبقى اكتر مصداقيه، واللي بيبقى الناس مصدقينه لما زي ما حضرتك قلت بينزل بيلاقي السلعه موجوده. لو اتكلمت عن القمح فانا عندي في الوقت الحالي 3 شهور وداخل عليا الموسم الخاص بتوريد القمح المحلي كل سنه والمزارعين بخير، هيبدا من 15 ابريل لحد 15/7. المستهدف ان انا اخد 3.6 مليون طن. لو حضرتك جمعت الكميه دي مع الاحتياط اللي موجود يبقى انا بتكلم في 7 أو 8 شهور من القمح. ما اكتفيناش بكده، السيد الرئيس برضو ادى توجيهات لوزاره التموين ان احنا نستورد في حدود 800,000 طن اثناء موسم التوريد. اذا فانت مطمئن اطمئنان كامل على الاحتياط الاستراتيجي من القمح اللي هو بيبقى عباره عن دقيق بعد كده، ثم بيبقى الخبز البلدي المدعم. الامر الثاني السكر، وحضرتك يمكن اشرت لدور الجمعيه العامه للشركه القابضه للصناعات الغذائيه وشركه السكر، والحمد لله يمكن السياسات او القرارات اللي اخذتها الشركه القابضه للصناعات الغذائيه وايضا هيئه السلع التموينيه، واللي يعتبر يعني الشركه القابضه هي الزراع الفني او الزراع القوي لدى الوزاره فيما يخص التعاقدات هي وهيئه السلع التموينيه، وبالاضافه الى وفره المنافس عندنا دلوقتي احتياط استراتيجي امن من السكر من 7 إلى 8 شهور، ان احنا دخلنا على موسم كمان توريد قصب السكر وبنجر السكر، فاذا ما عنديش اي مشكله في الاحتياط الاستراتيجي من السكر. اتكلمت عن الرز، انا عندي تعاقدات للرز عملتها هيئه السلع والشركه القابضه ورصيد موجود يكفي على الاقل 4 شهور، وعندنا الموسم الجديد ان شاء الله هيبقى 15/9. لو اتكلمت على المكرونه فانا عندي بصدر مكرونه اللي احنا الاحتياجات بتاعتنا مقارنه بالاستهلاك، فاحنا عندنا كميات اكبر من اللي احنا بنستهلكها، والاحتياطي فيه 4 شهور ونص. لو اتكلمت على البقوليات زي العدس والفول فالحمد لله يمكن استوردنا يمكن قبل الازمه كميه كبيره جدا من الفول وهو موجود، وكان في تنسيق ما بين وزير التموين ووزيره التجاره والصناعه ان منع تصدير البقوليات، وذلك حفاظا على الاحتياجات الاساسيه داخل البلاد من الفول والعدس. الامر الاخر هي اللحوم المجمده واللحوم الطازجه والدواجن المجمده، احنا عندنا تعاقدات مع جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه وعندنا عقود مع دوله السودان الشقيقه. عايز اقول لحضرتك ان عمليه الامداد للحوم الطازه والدواجن المجمده تكفي عندنا من 11 إلى 12 شهر. الامر الاخر اللحوم المجمده عندنا ايضا كميات يعني تكفي على ما اعتقد 4 شهور. لو اتكلمت على الاسعار، الدواجن المجمده 37 جنيه، اللحوم الطازجه السوداني ب 85 جنيه، اللحوم البرازيلي وهي طازجه ايضا من جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه ب 90 جنيه. كان في توجيه اشتغلنا عليه منذ سنوات ان اي سلعه استراتيجيه داخل البلاد لازم يكون مده الكفايه بتاعتها لا تقل عن 3 شهور. يمكن حضرتك لاحظت وكلنا شفنا في الكثير من دول العالم لما اندلعت هذه الازمه كان في يعني تهافت وكان في اقبال كبير جدا على المتاجر او على المنافس، وكان في نقص للسلع في دول كتير ودول متقدمه، ولكن الحمد لله ربنا قدرنا والحكومه المصريه اثبتت عن جداره ان احنا مستعدين لاي سيناريو موجود، وعندنا الحمد لله احتياطي امن من السلع الاساسيه او السلع الرمضانيه. وكمان يعني اختم الجزء الخاص بالسلع الاستراتيجيه، ان انا اللي بكلمك عليه ده الاحتياطي الحكومي او القطاع العام. القطاع الخاص ايضا ممثل في الاتحاد العام للغرف التجاريه سواء كانوا منتجين او مصنعين او موردين، كلهم يكفي على الاقل بعد الله. كلام حضرتك اخد من اخر جمله، احنا كنا شايفين تحركات كتيره في المحافظات وفرص استثماريه موجوده مع الهيئه ومع السيد الوزير، وعاوزين نتكلم على جمعياتي. ايه الجديد بالنسبه لجمعياتي وللشباب والسيارات المتنقله؟ وفي حاجات كتير السيد الوزير مهتم جدا بالشباب، طبعا تابع من توجيهات السيد الرئيس وحفاظه على الشباب النولي، امل مصر الفتره اللي جايه. طبعا المشروعات الصغيره والمتوسطه هي يعني هي مبادره يعني حكيمه جدا من القياده السياسيه، لان يعني اهميتها تكمن في يعني حاجه اساسيه ان انت بتوفر فرصه عمل. توفير فرصه عمل يعني بتساوي حياه، تقدر بني ادم يقدر يعتمد على نفسه، يقدر ان هو يفتح المشروع اللي خاص بيه، يحس ان هو المشروع بتاعه او ملكه، يقدر ياخد على بعد كده اي قرار سواء ان هو
يكون أسرة أو يكون بيت بناء على فرصة العمل اللي أنت خلقتها له. وإحنا يعني جزء من منظومة بتشتغل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وده يمكن برز عندنا زي ما حضرتك أشرت في مشروعين أساسيين. المشروع اللي هو الأول وهو الأكبر من حيث عدد المنافذ، مشروع جمعيتي، هو بدأ منذ 2016، وعايز أقول لحضرتك إن دلوقتي وصل عدد المنافذ في المرحلة الأولى والثانية واللي تم افتتاحه في المرحلة الثالثة ما لا يقل عن 4600 منفذ. الهدف من المشروع ثلاث حاجات أساسية: أن أنا أوفر فرصة عمل للشباب وحد من البطالة، أن يبقى عندي شبكة توزيع أو شبكة منافذ ثابتة تبع للدولة منتظمة ومنضبطة. الأمر الثالث أن أنا أوفر السلع الأساسية والتأمينية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة وجودة عالية، ويمكن دي المعادلة اللي حققتها منظومة جمعيتي. الحمد لله الوزارة والدكتور علي مصلحي استكمل المرحلة الأولى من المشروع وعمل المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، وبإذن الله يكون الفترة اللي جاية يبقى فيه مزيد من الافتتاحات. مستهدف بنهاية 2020 ان انا يبقى عندي ما لا يقل عن 6000 منفذ من جمعيتي، وهم بيعملوا جنبا الى جنب مع فروع المجمعات الاستهلاكية، ويمكن عددها 1259 مجمع، بالاضافة الى طبعا الشريك الاساسي معانا، وبوجه لهم طبعا الشكر، البقالين التموينيين عددهم ما لا يقل عن 30000 بدال على مستوى الجمهورية. شبكة المنافذ دي كلها الثابتة لا يقل عددها عن 35000 منفذ بتقدم خدمة صرف التموين وصرف نقاط الخبز. المشروع الثاني وهو لا يقل أهمية عن مشروع جمعيتي هي السيارات المتنقلة، يمكن أطلقنا ده بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سابقا كان الصندوق الاجتماعي للتنمية، طرحنا أكثر من نموذج. النموذج الأول العربيات 1.5 طن، النموذج الثاني 5 طن، أسفروا عن أن احنا عندنا 133 عربية بالنموذجين، وتم توزيعهم على الشباب والحمد لله بيشتغلوا بياخدوا كمياتهم المطلوبة سواء من اللحوم أو الدواجن أو الأسماك المجمدة والخضار المجمد، وبيتم توزيعها على المحافظات. جزء تاني في المشروعات الصغيرة أو السيارات المتنقلة، المرحلة السادسة من المشروع شباب الخريجين، كان عندنا 1000 عربية، بدأنا المرحلة الأولى ب 250 عربية حمولة 1 طن، وابتدوا الشباب أيضا يتعاقدوا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وخاصة شركتين الجملة، الشركة العامة والشركة المصرية، وابتدت ان كل شاب يبقى معاه شغال واحد او اتنين على العربية ومعاه قائمة بالسلع اللي بيشتغل فيها، وبيقف في النقاط المزدحمة او المناطق الاكثر احتياجا بيبقى عليها اقبال كبير جدا من المواطنين. ودي منظومة بتتكامل مع المنافذ الخاصة بوزارة الداخلية اللي هي امان، ومنافذ ايضا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. ولو حضرتك نظرت ان المنافذ الثابتة والمنافذ المتحركة أدت أن أنت يبقى عندك وفرة أو إتاحة من المعروض في السلع الأساسية في أكتر من مكان، وبالتالي حافظت على ثبات الأسعار أو ثبات أو انضباط الأسواق. وده أمر يعني ليس تحيزا، ولكن هو يحسب بأمانة شديدة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على الرغم من أن احنا مش وزارة إنتاج ولكن احنا وزارة توزيع، فقدرنا أن احنا بالقنوات التوزيعية اللي بنمتلكها أن احنا نقدر نضبط إيقاع السوق. والحمد لله يمكن دايما الحقيقة زي ما احنا بنقول موجودة في الشارع، وحضرتك بتصور معانا او بتصور بشكل منفرد بتشوف مدى الرضا اللي عند المواطنين سواء على السلع الاساسية او السلع التموينية. في حاجة كنت عاوز استفسر منها من الاستاذ احمد، ان وزارة التموين والتجارة يمكن اكتر وزارة في الدولة لاقت انتقادات. يعني شايفين وزارة التموين بتشتغل شغل تضامن، بتشتغل شغل شباب، وبتشتغل شغل تموين، بتشتغل شغل، لا في شغل كتير. يمكن منظومة التموين تحديدا اللي بدأت كل الوزارات تاخد من بيانات التموين اللي دي حاجة تحسب للسيد الوزير، ويمكن في كتير قوي معانا على بريد البرنامج رشحوا الوزير علي مصلحي كأفضل وزير 2019. عاوزين نشوف دور التموين الفترة الجاية في تنمية الشركات التابعة للقبضة للصناعات الغذائية، واحنا شفنا في تطوير في قهوة فينا هيبقى في استثمار قطاع خاص هيدخل يعمل استثمارات جوه ويطور في الشركات، ولا الموضوع ده بعيد شويه؟ اولا يعني اي انتقاد من اي جهه او حتى لو من مواطن عادي طبعا ليه كل الاحترام والتقدير، لان بشكل شخصي انا بقول لحضرتك الانتقادات طالما كانت بناءه وفي الاطار الصحيح او في السليم، العبره ان انت تاخد هذه الملاحظات وتشتغل عليها وتقدر ان انت يعني تصلح من هذه الاخطاء. يمكن وزارة التموين يتبعها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعندنا يعني خطة طموحة جدا لتطوير شركة السكر،
وتطوير شركات الزيوت وشركه قهوه فينا، وعملنا اكثر من تعاقد مع شركات قطاع الخاص تحط رؤيه لكيف ان تقوم هذه الشركات مره اخرى وتعود الشركه القابضه للصناعات الغذائيه وشركاتها التابعه كاحد اهم القلاع الصناعيه في مصر وفي الشرق الاوسط، لان الشركه القابضه للصناعات الغذائيه عندها ما لا يقل عن اكثر من 22 شركه تابعه بقانون 203 فضلا عن الشركات 159، كلها لها برنامج معين للتخطيط والتطوير، ولكن هي مساله اولويات. بدانا بشركات الزيوت وقهوه فينا وشركه السكر، وان شاء الله الفتره اللي جايه العاملين في هذه الشركات والمواطنين المسوا الجدوى من هذا التطوير. كنت عاوز اختم مع حضرتك بكلمه بتقولها للمواطن اللي هو مستني ان هو يسجل مواليد او ان هو يعدل في البطاقه، يعني اقول بركه امل للمواطن اللي هو لسه مستني فرصه. ان شاء الله احنا يمكن منذ 2018 فتحنا الباب بتاع اضافه المواليد وخدنا بيانات الساده المواطنين وتم تنقيحها ومراجعتها، ولكن احنا في انتظار الموافقه او الاعتماد المالي من مجلس الوزراء ومن وزاره الماليه، ومجرد ما يتم توفير الاعتمادات الماليه المخصصه سيتم ان شاء الله اضافه المواليد وفقا للاهميه او الاولويه وفقا للاحتياجات والاعتماد المالي المتوفر. انا في نهايه لقائي الشيق اللي يمكن مر سريعا مع الاستاذ احمد كمال متحدث الاعلام للوزاره، انا بشكر السيد رئيس الجمهوريه القائد عبد الفتاح السيسي، بشكر السيد وزير التموين انه اهدانا، يمكن اهدى المواطن المصري واهدى الوزاره شخصيه بحجم وقيمه الاستاذ احمد كمال والجهاز الاعلامي الموجود في الوزاره. انا بحيي كل شخص موجود في الوزاره في شخص الاستاذ احمد كمال. شكرا جزيلا للاستاذ. شكرا لحضرتك، شرفتنا. شكرا.